بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الأسطح، أهلا وسهلا بحضراتكم. في الفيديو ده إن شاء الله تعالى بنتعرف على بعض أنواع البذور. قلنا البذور هي العامل الأساسي في عملية الزراعة، سواء الزراعة في البيوت المحمية أو الزراعة على الأسطح أو في أي مكان. ليه؟ لأن دي زي النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: تخيروا لطيفكم فإن العرق دساس. يعني لما تروح تتجوز كده، تتجوز واحدة بنت أصول وبنت ناس، يعني تمام. بعد كده ممكن تطلع ايه، مش شغلانتنا، المهم يعني تاخد بالوصية. فلما نيجي برضو للزرع، لما نختار بنختار بذور بنت ناس. ليه؟ لان هي دي انت اللي هيكون منها النسل بعد كده، فالواجب ان هي تكون ممتازه. قلنا الطماطم قبل كده، حد شاف بذور الطماطم قبل كده؟ دي بذور طماطم، تمام. دي بذور طماطم متعامله هي بلون احمر صبغات، ومعامله بماده فطريه، سواء كانت سرام ماده فطريه عشان الأمراض بتاعت ذبول البذرات اللي بيحصل للطماطم، وهي بتطلع صغيرة كده، فبيعملوها بحاجة مبيدات فطرية زي روزوليكس أو السرام أو التوبسين أو المنقط أو أي مبيد فطري متعارف عليه يعني. ولكن ايه المشهور عندنا في مصر؟ روزليكس والسرام. هي لو اشتريتها هجين، هي مش عايزه اي حاجه خالص، هي زي الفل. هي دي الطماطم، شايف بقى هايبريد اف 1، يعني هايبريد سنجل كروس. طب نيجي على النوع الثاني دهوت، النوع دهوت اسمه نيوتن، مشهور جدا في المملكه العربيه السعوديه، شايف اف 1 اهو، اف 1 يعني هايبريد سنجل كروس. طب نيجي على الصنف روزالينا دهون اللي بقول لحضرتك عليه، ده شايف اف 1 اهي، هايبريد طماطم، يعني طماطم هجين اهي، الكلمه موجوده اهي، هايبريد طماطم روزالينا 903، 1000 سيدز يعني 1000 بذرية، تمام. تعال للصنف ده برضو اف 1، طب ما تيجي للصنف ده برضو اف 1 اهو، تمام. صنف الطماطم ده تركي اف 1 برضو هجين فردي، وده هجين فردي. يبقى عرفنا ان احنا عشان نشتري طماطم لازم تكون هجين فردي. ليه؟ عشان الانتاجيه بتاعتها بتكون كويسه، مقاومتها للامراض بتكون كويسه. ما ينفعش ان انا اجيب من الثلاجه زي اخونا ما بيقول، وعك سمك لبن تمر هندي، الدنيا مش فارقه معاهم. نبص على الصنف ده برضو اهوت اهو، على فكرة كل هي شركة واحدة، التعبئة بتاعتها واحدة بس أصناف مختلفة. اف 1 اهو 3 ستات، تمام. الصنف ده برضو اف 1 3 ستات، اف 1 بسارة، اف 1 هايبر سنجل كروس. انا يخصني اف 1 دي، تمام. لازم البذور بتاعتك تكون المصدر بتاعها الاف 1، رمز الهايبريد سنجل كروس، تمام. دي كانت قصة الطماطم. وطبعا كل الأصناف اللي حضرتك شايفها دي طماطم متسلقة، يعني بتطلع على خيط. في طماطم أرضية اللي هي ما بتعلاش، بتجيب إنتاجية كويسة، وفي مليون صنف منها في مصر. بس ناخد بالنا إن كل صنف منهم عروة محددة، ناخد بالنا إن كل صنف منهم ليه عروة محددة. في أصناف زي ما قلت لحضراتكم بتعقد في درجة الحرارة العالية، يعني بتزهر والزهرة بتفضل ماسكة وبتطلع لي ثمار صغيرة في درجات الحرارة العالية. وفي أصناف ما بتتحملش درجة الحرارة العالية، بتتزرع شتوي ولكن إنتاجياتها كويسة، زي صنف اسمه 010 09، الصنف المروة. في أصناف مليون صنف في مصر، في إليسا ده بيتزرع في شهر 4 و5، في البحيرة وفي العمرية. في أصناف كتير بصراحة، ولكن دي يعني الموجود. أي حد عايز يسأل عن أي صنف مفيش أي مشكلة خالص، زي ما بقول لحضراتكم الرقم على الواتساب في أي مكان، مفيش أي مشكلة خالص. يبقى ده هي تعرفناها اللي هي بذور الطماطم، شايف البذرية صغيرة كام؟ بس البذرية بتمن، تمام. دي كل دي أصناف طماطم بتتزرع في المملكة العربية السعودية، وبتتزرع طبعا في كل مكان. طيب نيجي للخيار.
الخيار برضو اهو، حد شاف بذور خيار قبل كده؟ ادي دي بذره خيار، ولا بد تكون هايبريد سنجل كروس اف 1 اهي. طب نيجي للصنف الثاني ده اهوت، برضو اف 1 اهوت، ده الصنف الايه، صنف الخيار اف 1 اهو، تمام. وده اف 1 اهو. الخيار يا جماعة فيه كذا حاجة، فيه كذا صنف، فيه أصناف بتزرع في الأوبن فيلد، تمام، واللي هي بتكون أصناف أرضية ما بتترباش فوق، وديا بتكون أصناف بتحتاج إلى خلايا نحل بتلقحها. يعني إيه خلايا نحل بتلقحها؟ أو يعني إيه عملية التلقيح؟ عملية الإخصاب والتلقيح زي ما درسناها إن كانت في الإنسان أو في الحيوان، هي في النبات. بمعنى آخر، ان التلقيح بيبقى أم بالرياح، زي مثلا اخواننا في العراق عندهم النخل مثلا، او البلاد اللي بتنتج النخل، بيحطوا الاربع جهات بيحوطوا البستان بنخيل مذكر، تمام. اي هبوب رياح من اي مكان في وقت التزهير بتاع اللي بيبقى في شهر 3 و4 دهوت، بتهب هبوب الرياح على الصنف المذكر ده، فبتنصر حبوب اللقاح على كل الازهار المؤنثه للنخل اللي هو جوه. طيب بتهب الرياح فبتلقح، فبتاخد في معاها حبوب اللقاح المذكره اللي هي على البستان من بره، فبتلقح كل النخل المؤنس اللي جوه، سواء جت الرياح من قبلي من بحري من الشرق من الغرب مش هتفرق معاهم، المهم ان هو زارع صف او صفين مذكر بس، بيكون التزهير بتاعهم في وقت واحد. تمام. دي طيب اللي بيحصل بقى في الخيار ده ايه، او في الكوسة، بيحصل ان الحشرة بتحط على الزهرة المذكرة، بتاخد حبوب اللقاح منها، بتروح بتجذبها لزهر شعاعية او اللون الاصفر بتاع الكوسة، فبتاخد من عليه، بتاخد من الحبوب المذكرة، بتروح على الزهرة المذكرة المؤنثة وبتقف عليها، فبيحصل التلقيح والاخصاب بواسطة التلقيح هنا، بواسطة الايه، بواسطة النحل، تمام، او الحشرة الدبان او غيره. المهم ده اللي بيحصل لنا في قصة التلقيح. الاصناف بقى بتاعة الخيار يا جماعة، واللي انتوا بتزرعوها على الاسطح دي، المفروض ما تكونش فيها القصة دي، المفروض بتكون ازهار انثوية، يعني هي مؤنثة على طول، ما بتجيبش، ما فيش على النبات اساسا اصناف كلها مؤنثة، ما بتجيبش ازهار مذكرة اطلاقا. ده الفرق بين اللي احنا بنزرعه في البيوت المحمية وبين على فكرة دي قصص، بس انا بحاول اختصر لحضراتكم فيها، تمام. ديت قصة الايه، البذور اللي هي بتاعة الخيار. اذا في الخيار لابد يكون اول حاجة الصنف هايبر سنجل كروس رقم واحد، هجين فردي زي اللي قدام حضرتك ده، هو بص كويس وركز، الله يهديك والله يهديكي. يبقى رقم واحد فيه لازم يكون هجين فردي، رقم اتنين لازم يكون بتاع بيوت محمية عشان ما يطلع ليش ازهار مذكرة ومؤنثة على نفس النبات، وبالتالي بيحتاج بقى النحل، وانت جيت وما بتبقاش مظبوطة والقصص دي كلها، وبيبقى ارضي على فكرة، ما بيطلعش فوق، ما بتتسلقش، تمام. ده الخيار اللي قلنا لحضراتكم عليه، تمام. قصة الخيار كده اتعرفت، خش على اللي بعده. ده ايه ده؟ حد يعرف ده ايه؟ ده كرفس يا جماعة، عارفين الكرفس؟ طبعا معلش الخيار ارجع له تاني، في صنف منه خريفي وفي صيفي وفي شتوي، تمام. الصنف الشتوي بيتحمل البرودة الى حد ما، الصنف الخريفي بيبقى بيتحمل درجات اللي هي الخريف بداية من 21/9 بنزرعه، تمام، او 15/9 بنزرعه لحد اخر 11 بنزرع الخريفي. في اصناف شتوي صيفي، وهي بتتحمل والازهار بتاعتها بتعقد في درجه حراره عاليه، فده بيكون صنف صيفي. فكل واحد يعرف هو هيزرع امتى، ولما نروح للتاجر او المهندس او الشركه نقول له انا عايز صنف خيار هجين فردي صيفي، عايز صنف خيار هجين فردي خريفي، عايز صنف خيار هجين فردي شتوي. اوكي، اتفهمت؟ دي عشان بس نبقى خلصنا ضميرنا يعني. نخش على اللي بعده، ده الكرفس. حد شاف الكرفس؟ الكرفس طبعا بيتزرع في ال بيتزرع في ال الشتاء، بيجود في زراعته في الشتاء، وممكن يتزرع في الصيف ما فيش اي مشكله، بس في الشتاء بيكون افضل يا جماعه. والكرفس مش لازم يكون بقى لا هجين ولا غيره، هو بتشتريه كرفس كده بتزرعه كرفس، ما فيش المشكله دي. نخش على اللي بعده، حد في حضراتكم شاف الـ السبانخ دي ايه؟ دي سبانخ، دي
السبانخ وبتتزرع طبعا طول الشتاء، ما فيش اي مشكل فيها. دي تقاوي السبانخ يا جماعه، عامله زي الشوكه اهيت، ماشي. دي تقاوي السبانخ، بتتزرع في الشتاء تمام، وبنقعد نزرع فيها لحد شهر 3، ما فيش اي مشكله خالص تمام. يعني بدايه معاك من 11 لحد شهر 3 تزرعها في الاوبن فيلد، ما فيش اي مشكله. والسبانخ بتجود برضو في الاراضي الرمليه وبتجود في الاراضي الطينيه، ما فيش اي مشكله خالص تمام. خش بعد كده على ايدي، حد يعرفها قبل كده، شافها قبل كده؟ دي يا جماعه ملوخيه، عارفين الملوخيه؟ دي بقى تقاول ايه الملوخية. وطبعا الملوخية معروف ان هي صيفي، بتتزرع في صيفي بداية من شهر 3 كده او شهر 4 وانت ماشي بتتزرع صيفي. دي ملوخية يا جماعة، اوكي. دي ملوخية، ملوخية وبتتزرع شتوي في محافظة المنيا في بني احمد، تلاقيهم ما شاء الله زرعين. جماعة المنياوية اللي بيسمعوني هتلاقيهم زرعين ملوخية يعني ما شاء الله في اللوطان الزولانفة المنخفضة، محترمة جدا 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 جدا. طيب خش على اللي بعده، ده طبعا كل الناس عارفاه، حد مش عارفه؟ حد مش عارف ده؟ ده جرجير يا جماعة، حبايته بتكون صغيرة جدا 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 جدا، ده بيكون الجرجير تمام. اهو اهو الجرجير، ده الجرجير. الجرجير طبعا لا فيه هايبريد ولا فيه اي حاجة خالص، هات من عند الراجل وازرع. طب ديت حد يعرفها؟ اكيد بتاكلوها، ودي تسال العشاق طبعا، الجماعة بتوع محدش اظن ما يعرفهاش، دي تسال العشاق الجماعة اللي بيقعدوا على النيل تمام. دي كوسه، لب كوسه طبعا، وبتشترط عليك لازم تجيب لها لب كوسه. طب ما ينفعش لا يا كاجو يا لب كوسه؟ لا لب كوسه ارخص، الكاجو الكيلو وصل 200 جنيه، فكفايه عليها تاكل لب كوسه في ايام الخطوبه، عشان في بعد الخطوبه في الجواز، بعد الجواز ان شاء الله هتاكل، مش هتلاقي تاكل. فدي الكوسه يا جماعه، بس خدوا بالكم الكوسه بجد يعني دي لازم تكون برضو هايبريد سنجل كروس، هجون فرديه تمام، لازم تكون هجون فرديه. و الكوسه كلها بتتزرع ارضي، وان كان دلوقتي ابتدت شركات كبيره تنتج لنا اصناف اصناف بتكون متسلقه على البيوت المحميه. نروح نشوف دي بقى، ايه ده؟ ايه ده؟ حد يعرف ده ايه؟ طب والله اللي اعرفه بقى يعني هدي له جايزه، ايه؟ ما عنديش جوايز الحمد لله. دي انا يا جماعه كرات، تقاوي الكرات. البصل ما معيش تقاوي بصل، ولكن البصل زيه بالظبط ولكن كبيره شويه. الكرات زي البصل بالظبط بس صغير شويه، البصل حبيته مثلثه وكبيره شويه تمام. دي كانت الايه وبرضه ما يفترضش فيه، عادي ما فيش اي مشكل خالص. البصل اي نعم اصناف، فيه الاخضر وفيه فيه الاخضر وفيه فيه البصل الاخضر اللي بغيه ان احنا بنصدره لاوروبا طبعا، فبنصدره لهم اخضر، بيتحط في طبق فوم زي اللي حضراتكم شايفينه دهوت البصل، وبيتغلف وبيتشحن على طول، بيتربط بالاستيك اللي هو بتشوفوه بتاع الفلوس ده تمام، بيتربط في القارب دهوت، وبيتصدر على طول لبره روسيا ولاوروبا، بيبقى كويس جدا. طيب انا هفرد دي عشان بس تعرفوها هي ايه. حد بقى شاطر ومذاكر كويس يقول لي الدي ان ايه. وعلى فكره بقى دي الحكايه، دي الدنيا بحالها بقى، دي يا جماعه الدنيا بحالها، بمعنى برضو ان دي لازم تيجي هجين يا جماعه، بتيجي منتقاه، اي نعم ما فيهاش هجن ولكن لازم تيجي منتقاه، وبيقوم عليها مربيين، ودي حاجة بيعشقها الأوروبيين في الشتاء، وللأسف ما بيزرعوهاش عندهم لأن الجو بتاعهم لا يسمح بزراعتها، فبنزرعها إحنا هنا بس للأسف لازم نجيب البذرة بتاعتها من بره. ديت الفاصوليا، واحدة دلوقتي أنا عارف هترقع بالصوت وتقول لي هي فاصوليا الصفرة أنت هتألف؟ لا هي الفاصوليا مش سمراء، قصدي أو سودة، لا هي الفاصوليا مش سمراء ولا سودة، ولكن لازم حضراتكم، على فكرة دي مش صبغة، دي لونها كده والله،
دي فاصوليا يا جماعة اللي هي الجرين بين اللي هي الفاصوليا الخضراء، لأن في الوايت بين اللي هي الفاصوليا البيضاء اللي احنا بنزرعها ناشفة ماشي دراي، أما دي أساسا اللي بتتزرع الجرين بين اللي بتتاكل خضراء المطبوخة خضراء. طب واحد هيقول لي طب هو الفرق بين دي ودي؟ الفرق بين الناشفة والخضراء، الناشفة بتزرع اللي هو جيزة 3 وجيزة 6 عشان ناكلها ناشفة أصلا بغرض المحصول الجاف، أما دي بغرض المحصول الأخضر. طب إيه الفرق بين القرن ده والقرن ده؟ دي ما بيبقاش فيها ألياف يا جماعة، لما بتكسر القرن بتلاقيه زي الخيار بالظبط، ما فيهوش ألياف خالص، ولذلك بتلاقي والله بتاكل زي ما تكون بتاكل زبدة. يعني الصنف ده فرنساوي ومشتهر جدا جدا جدا، وعلى فكرة غالي تقريبا، يعني الكيلو منه يتعدى ال 300 جنيه مصري، تمام؟ فالصنف ده غالي جدا 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 جدا، تمام؟ دي فاصوليا يا جماعه، بس فاصوليا الجرين بين اللي هي الفاصوليا الخضراء، اوكي؟ تعرفوا دي مش دي هي فاصوليا، وعلى فكره ما عليهاش صبغه، هي اللون بتاعها كده، بس طبعا احنا بناخد دي عشان بنعمل منها دي البذور الاوليه، بس هي ما بتسودش كده الا بعد ما بتستوي وبتوصل للماتشورنج ستيج او فتره اللي بيسموها النضج الكامل يعني، فبيبقى تحول لونها من ان هي بتبقى قرن بقى لحد ما بتبقى البذور دهيا، المراحل بتاعتها بتمر بيها ديت فاصوليا خضراء بتتاكل خضراء القرون بغرض انتاج القرون، وبتتصدر طبعا من اوائل الدول اللي بتصدرها. تستغرب لو قلت لك سلطنة عمان بتصدرها بكثرة لمين؟ لليابان طبعا، الله الله على المستقبل، سلطنة عمان بتصدرها لليابان، تمام؟ وفي مصر طبعا عندنا الصنف البوليستا، بس اللون بتاعه بصراحة مش كده، بتصدر الصنف ده روسي، وبتصدر بره روسيا، وبتصدر لأوروبا، في أصناف كتير بصراحة، والفاصوليا دي بيعتبروها يعني أكلات الناس المميزة في في أوروبا يعني، تمام؟ نيجي بعد كده ديت طبعا طبعا ده الكزبرة يا جماعة، طبعا الكزبرة بتزرع في محافظة المنيا بغرض الحصول على المحصول الجاف ده هو مش الأخضر الجاف، تمام؟ ومن المحاصيل المجزية جدا جدا جدا، بتتزرع في الأراضي الكلسية في المنيا عن طريق الري بالتنقيط، وأنا كنت زرعها السنة اللي فاتت مع أخونا وكنت زرع كمون طبعا، بس الكمون احسن منها بكتير بصراحه، بس هي مش متعبه في الشغل بتاعها يعني. ندخل على كده بعد كده للايه ده ايه يا جماعه، ده الشبت يا جماعه، ده الشبت طبعا، الشبت من المحاصيل اللي انا بصراحه بعشقها، وبحب اكل الشبت بصراحه على البتنجان كده، يتخرط كده على البتنجان المشوي مع شويه زيت زيتون كده وفصين توم، بتبقى الدنيا بصراحه حلوه خالص يعني، فانا بعز الشبت. طبعا الشبت بيستخدم اخضر، وفي مصنع معمول في بني سويف ده بياخد حشات الشبت، بتزرع في بيفوتات، كان زرع شركه الدهليه السنه اللي فاتت اتعرض علينا الزراعه برضه. ف صنف الشبت ده بصراحة ممتاز جدا، بيدي تقريبا 5 لـ 8 حشات، تقريبا الطن الأخضر اللي بتحش زي البرسيم كده كان ب 800 جنيه تقريبا يعني، كان ليا صديق عايزنا نزرعه بس ما زرعناهوش، ماشي؟ فده الشبت يا جماعة، يعني إلى حد ما قدرنا للجماعة اللي هم البهوات، أو الجماعة اللي هم مش فلاحين، أو الجماعة اللي هم مش خريجين زراعة، قدرنا نعرفهم على أنواع البذور عشان لما نزرع بذرة بعد كده ما يقوليش هي دي إيه والتقوى بتاعتها فين، تمام؟ على فكرة الشبت والكزبرة والبقدونس، البقدونس والكرفس، طبعا البقدونس والكرفس دول حاشرين نفسهم في كل أكلة، تمام؟ ف يعني مش لازم يكونوا لهجين ولا حاجة، بس أهم شيء يا جماعة اللي يخسر في الطماطم والخيار والكوسة، لو جاب لازم بذور تكون هجين بالله عليكم علشان ما تضيعش تعبك. ليه؟ هو الهجين والصنف العادي ده قد ده، وما فيش أي مشكلة خالص بينهم هما الاتنين، ولكن المشكلة بتحصل لنا في ايه، في ال ده بياخد كيماوي، وده بياخد ده بياخد ري، وده بياخد ري، وده بياخد رعايه، وده بياخد برضو رعايه، تمام؟ فمش ناقص الا هي تمن البذرية، فحط البذرية كويسه زي ما قلت لك، تخيروا نطفكم فان العرق قد استاس، حط البذرية كويسه عشان تاخد حاجه كويسه، وما ترجعش تقول انا بخسر وانا بعمل وانا بخلي. ديت الفاصوليا، ده هو الجرجير، ده هي الملوخيه، ده هو الكرات، والبصل بيكون اطول
اطول من اكبر منه شويه. ده هو الكرفس، ده السبانخ، ده هو الشبت يا جماعه، ده الكزبره يا حضرات، ده هو التاو الخيار، ودي الباكتات بتاعته. قلت لازم يكون اف 1. وديا بذور الطماطم، والطماطم يعني اعتقد ان احنا كده يعني قدرنا نتوصل نعرف بعض انواع البذور لو شفناها حتى ما تستغربهاش. ودي طبعا الكوسه اللي حضراتكم شايفينها. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.